يا هوي التفزز شوقك المشعول ويا خلق النسيم القاد نبراله يل طولت بالي وقمت اقل للناس يا هو البالي يقصر عندي تطواله لو جرح اختلط ويا كم جرح ما خاف اعرفهم يقولون الجرح ماله نكت عضاي يمك خاف بيها تراب لان بيك انت غبرة ناس خياله من حد ابن بعدك كلها عن تقول الله يساعده متعبته لحماله. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام متابعي قناة الرشيد الفضائية واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الشعري برنامج قصيدة وحلم. اليوم ضيفنا من ذي قار شاعر وتجربة شعرية مهمة جدا يكتب القصيدة النخبوية. أشادوا بتجربة هذا الشاعر الكثيرين من رواد محافظته وباقي المحافظات. يكتب القصيدة بطريقة مسبوكة وبطريقة تكاد أن تكون من القصائد الكبيرة. خلونا أنا وأنتم نرحب بالشاعر المبدع علي عماد. كل الهلا بيك. كل الهلا بيك. نورتنا. مساء الخير عليك. مساء الخير عليك حبيبي. وعلى المشاهدين وشكرا جزيلا لك على هذه المقدمة الرائعة. حبيبي. تحياتي لك أولا وتحية لكادر قصيدة وحلم الكادر الرائع. وشكرا لك على هذه الاستضافة والإضافة. وتحية لك وأنت تسلط الضوء على لونا رماديا في ظل الألوان البراقة والوجوه المتكررة. جميل. هذا رهان صعب ويحسب لك. أتمنى لك التوفيق المستقبل. الله يخليك. طبعا أنت من الناس اللي وصلت لي قصائدهم قبل ما توصلني ملامحهم. شكرا. وهذا دليل على أن قصيدتك واصلة، قصيدتك نخبوية وتكاد تكون قريبة من أسماع الكثيرين من متذوقي الشعر الشعبي العراقي. علي خليني أبدو ياك بسؤال، أنت ليش هذا الكم الشعر الهائل اللي موجود بقصائدك من خلال تصفحي لك باليوتيوب والمهرجانات حتى الحضور وملامسة شغاف الحاضرين دائما في طريقة كتابتك للشعر، ليش هذا التغيب الإعلامي عن علي عماد؟ حبيبي أستاذ أمجد أنت تعرف يعني أنا اللي علي يمكن أقول اللي علي سويته زين بالنسبة لكتابة القصيدة، الاهتمام بالقصيدة، كذلك حضوري للمهرجانات، متابعتي واطلاعي زين جانب القراءة والتواصل وغيره. يبقى يعني مو الوحيد المغيب تقريبا عن الإعلام هو علي عماد. يعني طبعا نتفق هناك كثيرين كثير من الأسماء مغيبة وبعيدة عن الإعلام، لكن يبقى التشخيص أنه الخلل وين؟ زين حلوة بالشاعر أم الخلل؟ رأيك وين الخلل أنت؟ يعني عن طريق القياس من تجربتي انا اشوف انه العليه سويته زين يعني من تواصلي وحضوري وكتابتي القصيده. يعني انت تذب اللوم تذب اللوم على الاعلام علي؟ انا اشوف انه الاعلام هو دوره ان يصل الى شيء اذا كان اعلام شعري يعني. زين. كان الإعلام الشعري هو دوره ان يصل الى الشعر، بس الإعلام ما يقدر يغطي يعني محافظات كامله ويعرف من شعرائها ومن الناس اللي مبدعين بيها، ما عنده هاي الامكانيه. لازم هناك ماده شعريه تصل الى الإعلام من خلال السوشيال ميديا حتى تسلط الضوء على الشعر. بالنسبه للسوشيال ميديا فعلتها يعني من خلال النشر، من خلال يعني التواصل المستمر بها. جميل. فعلتها، فلذلك هي تبقى اقول يعني هالتساؤل يعني عندي انا من داخلي يعني ليش؟ زين. فانت تشوف انه انت مفعل قصيدتك، مهتم بقصيدتك، واصل الناس بنفسك كذلك، انت تعرف انه المهرجانات يعني هي الشيء المهم باعتبار احتكاك وملامسه مباشره مع الجمهور. جميل. فلذلك انت مفعل هاي الامور. جميل. يبقى يعني أنا أتمنى لك موفقية بكل الأيام اللي راح تبتدي هاي الحلقة. خليني أسمع منك قصيدة حتى ما أطول على المشاهد. صار معذور من تمشي الطريق الردة وتعوف هذا البلورد عبدت براحتك تمشي الطريق الردة وتعوف هذا البلورد عبدت وخليت لك بي عمر وعيون وروح وبذيك السنين الخضر لونت اختاريت دربك حقك انت المسؤول الطير اللي يطير من الغصن مشكلتك حسباله وي كل شجرة يتعامل طير لما يعوف الشجرة المدللة الله الله حسباله حسباله وي كل شجرة يتعامل طير
لما يعوف الشجرة اللي مدللته بالعافية بالعافية ومو عرضة لا شايف خير وانت تشنت تعرض بنت نفسته وادعي لك بكل نفس محتاجك بيه كونك تحصل مثل قلب العفتة وتركني اتركني انا وعاستي وهاي الليش الكل ما يذكرون اسمك ملازمته وصافن فراغك يا حلمي ينحط بيه وش يقضي الليله والسهار والسكتة تضيع حبيبه من ايده شي يريد يقول مثل اللي يضيع الشاهد بسالفته الله الله هواي قلب الوادم العاشقته مثل اللي يضيع الشاهد تضيع حبيبه من ايده شي يريد يقول مثل اللي يضيع الشاهد بسالفته هواي قلب الوادم العاشقته اللي ما عندها هو مناسب محصلته الفقدت عزيز على الجرح شايفته الخلصوني انعجب حيل بونت شايل صلابه بكثر ما بيه احساس ومنيشنا المتحضر لمعركته قبلك ولا واحد قدر يوصل لي بس انت وحدك بالعشق روضته وسويت قلبك لما تملكته تشاليش من قتله وطن فارقته تشاليش خليته بحسرته على الشوق تشاليش من قتله وطن فارقته وتشاليش خليته بحسرته الملقاك مثل المفارق من تمر صاحبته مثل اليتيم الفزز جروح العيد وأول الناس الدمعة لمعايدته بغابة أحلام وسهم واحد بالقوس شمالني الماي اللزمني أشنت ما حاسب لها بغابة واحتاج سلاح لا سهم ظل ولا الطاير صدت وانت اللي بعز الحكي اللي يمك قلته وتظل عز من الحكي اللي ما قلته ايش حسب بالك من تروح تنساك الروح لا أنا مو من الناس كل شي بوقت الله. كل ما اشوف انقمر تعرض له يا نجمه ومكانك بالقلب ما جست كل ما اشوف انقمر تعرض له يا نجمه ومكانك بالقلب ما جست كل ما اشوف انقاح حلو امتانيك اتمنى صير الماي وانت النبته اتمنى اقول لك هلا هلا بكل فكه باب وانتظر مثل التاه على راحلته والقاك مثل العنبر بزود الماي الله يعطرك يحيي روح الميت ألقاك مثل العنبر بزود الماي الله يعطرك يحيي روح الميت الفارق حبيبة الذكريات تأذي وما يشفى منه علته بذاكرت جميل الله الله يحفظك حبيبي حرامات هذا اللون يكون رمادي حرامات هاي الإمكانية تكون مغيبة للأمانة هاي مو مجاملة لأن أنت اليوم حاضر ويانا أشكرك وأكيد إدارة الرشيد وبرنامج قصيدة وحلم راح يكون إلى الفضل أنه متفضلين الله يحفظك جزيلة متفضلين علي خلنا ننتقل أولى فقرات برنامجنا أكو تسجيل صوتي راح نسمع أونياك ونتناقش به إذا جاهز زميل المخرج نسمع التسجيل الصوتي تمام السلام عليكم مسيت العافية عليكم تحية حب ووئام وود واحترام لكادر برنامج قصيدة وحلم وللشاعر والمقدم الجميل الأستاذ أمجد الدراجي كل الحب لك أستاذ أمجد والود والوئام لحضرتك لاستضافتك وتسليطك الضوء على تجربة لابد أن تصل للجمهور للناس تجربة لابد أن تقرأ أن تسمع تجربة غنية بالأخلاق بالإنسانية بالشعر الشاعر اللي ما يختلفون عليه اثنين المنفرد علي عماد اللي أوجه له كل التحية والود والاحترام وأحب أستثمر وجوده في قضية طرحت مؤخرا وهي الإشارة لعلي عماد بأصابع الاتهام في قضية التوارد وأخص بالذكر قضية التوارد الأخيرة اللي صارت مع الشاعر محمد الفاطمي اللي حسب ما وصلني متوارد مع الشاعر محمد الفاطمي في قصيدة كاملة وأيضا رافض الاعتذار من الشاعر محمد الفاطمي أتمنى توضيح هذا الموضوع وأتمناكم دوام التوفيق والتألق والاستمرار ألف محبة لكم وألف ود وألف احترام سمعنا التسجيل سمعنا وانت متوارد يقول انت متوارد في قصيده كامله يعني انا اعرف التوارد بيت ببيتي بس قصيده كامله ومع شاعر المبدع محمد فاطمه تحياتنا اليه تحياتنا شنو اعطيني الزبده من هذا الموضوع علي طبعا خوش ثناء ومدح واطراء لكن الموضوع اثار لي قضيه فعلها من جد طبعا اكثر موضوع اداني واثر علي وربما يعني في أيام أراد أن يوقفني ها موضوع التوارد التوارد يعني تعرف إذا اتهامات متكررة خصوصاً اللي ويا محمد الفاطمي لا بشكل عام بشكل عام اتهام بالتوارد طبعاً التوارد شيء طبيعي جداً شيء يقع الحافر على الحافر أينما كان الحافر على الحافر
الشاعر العربي الكبير محمود درويش أذكر أنه قرأت في مجموعته وضع بيت لأبو تمام الشاعر الكبير يقول لا أنت أنت ولا الديار ديار. كذلك بيت للشاعر لورك الأسباني يقول لا أنا أنا ولا البيت بيتي. نفسه محمود درويش يقول ولدتي تولدين كما تطلبين من الله. بينما حسان بن ثابت يقول ولدت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. الله. التوارد يجي يعني طبيعي موجود أموره طبيعية. موضوع محمد الفاطمي طبعا في فترة من الفترات تعرف قصائد الحشيد والمؤازرة والمواضيع والقصائد الوطنية أنا كتبت قصيدة على بخصوص هذا الموضوع. لما أخذت صداها القصيدة ووصلت وطلعت للناس اتفاجأت أنه جاني اتصال من بعض الأخوة يقول من الناصرية لو غير محافظة من الناصرية متصلين عليه من من غير محافظة. الاتصال يقول أنه علي متوارد بقصيدة مع شاعر محمد الفاطمي والقصيدة بالكامل يعني ماخذ القصيدة. أنا استغربت أنا هذا التسجيل من مصنف صراحة لو قايل لي بيت بيتين أوكي بس قصيدة كاملة. هو طبعا هيك انثار أنه القصيدة كاملة اللي ثاره من محافظتك لو خارج المحافظة صراحة بصراحة كون جريء وشجاع لا كما عودتني دائما. لا لا اقول لك اجى الاشكال منك او التاشير على انه توارد زين اجى من الحله الولد انا ما اذكر اسمه يعني ما مو على بالي من اجت التاشيره منك صارت الضجه من يمي. يعني انت اكو ناس بمحافظتك ينتظرون اكو من يمي صارت الضجه انه سرقه وانه ماخذ قصيده يعني من محافظتك يعني قريبين عليه يعني قصد الضجة صارت بمحافظتك طبعا يمي. يعني الهفوة اللي تصير على عماد اكو ناس ينتظرها نقدر نقول لكل نجاح عداء. جميل كل انسان ناجح لازم شلون حلت هاي المسألة ما شاف الى عدو. اتصلت على محمد الفاطمي طبعا واصلت له صورة غير صورة جميل انه هذا ممكن انه يسرق القصيدة او ممكن انه يتوارد وتعرف كذلك هو قال لي انا ما عندي علم بالموضوع لكن ناس وصلت له هذا وصلت لي هاي القضيه وخاف افاجئك واقول لك قريبين عليك. شوف انا ليش قلت لك من الناصريه اللي انثار الموضوع اذا الهفوه اللي تصير عند علي عماد وكل انسان متعرض لها هفوه بمسيرته يعني اكو ناس متربصت لك بالضبط في كل مكان بالضبط. احتمال هم السبب في عدم ظهورك ووصولك لبعض المنابر الاعلاميه ربما لا تقضيها علي ربما لا وانا ما اقدر ادخل بمشاكل لا لا ما دخلك ما دخلك لا ما دخلك انحل الموضوع واشار محمد الفاطمي زين انحل الموضوع هو متقبل الموضوع انه قلت وبقى هذا الموضوع معلق في وصارت قضيه في اذهان الذائقه في الناصريه. الحمد لله شكر بقصيدتي غيرت أكيد. غيرت النظره جميل. وهو اقتنع بان الموضوع يعني غير الفكره اللي جميل. واصلته انه سرقه وغيره لا كان توارد وابيات معينه حلو. وتغيرت القصيده وانقرأت خليني اسمع قصيده حتى ما نطول على المشاهد اليوم ارد اسمعك وارد الناس تسمعك. انا بخدمتكم وخدمه المشاهدين الكرام. ليالي وسوالف راقده ووشلت حيل ومنا الحد اللي ما يجون الوصفة والفارقون النام وتقعد العين والدمع يندس بالجرح لا يشفي ويخطف ببال الطيف والصفنة تصير صفنة تجازي هالوقت عزف الشفة تذبل والعيون الصب خير والصوت يتكسر بموت اللهفة الصوت مثل بنادم يظل بردان صدقني اذا ما ينحضن ميت. الله الصوت مثل بنادم الله لهذا البيت الصوت مثل بنادم يظل بردان صدقني اذا ما ينحضن ميت فاتح لك سنين طوى وما طبيت. الله وانا على نارك حتى قلب تحف فاتح لك سنين طوى وما طبيت وانا على نارك حتى قلب تحف مثل الجذع بالسعف وياك احتار حطها على راسه وما مبطل الرجفة شلتك بقلبه وقلت لك هنا ترتاح بس انت اللي اختاريت دور السعف تطعن واقول المشتبه مو وياي تهجر واقول من بعد ما وفى تبعد وحسك بالهوى العايش بيه السئلوني تطعن واقول المشتبه مو وياي
السئلونا قلهم حاط روح بتشفة، قالوا لعافك، وانا قلهم موجود تارسني بس قد ما مهم يتخفى، يعرف القمر، قالوا لعافك تارسني بس قد ما مهم يتخفى، قالوا لعافك وانا قلهم موجود تارسني بس قد ما مهم يتخفى، يعرف القمر والليل والعش والطير والورد والفي والفراش يعرفه، وسولفت عنك للم صوب وارتاح، اللي يسمع بطيفك ينسحوبة نسفة، وحاول تلم اسمك وشرحك لليل، رتب دبوه الحرف بس ما كفى، مثل الشمس تشرق وتغرب وتروح وترد وترجع، تنولد تتوفى تتغير، وهي أحلى خطوة التغيير، يوميا منك شيء جديد اكتشف. الله إش قد حلو من تعرف إنسان من سنين وتقول لما تنسي ما أعرف. الله الله الله. إش قد حلو. الله إش قد حلو من تعرف إنسان من سنين وتقول لما تنسي ما أعرفه. هذا الغموض اللي بيك علمني هواي، خلاني أعيش بوطن وأنا بمنفى، فهمني فلسفة الأماكن وياك، فك الخيال تشنت بيك مكتفة، كان الدرب يحكي لي عنك خطوات، وحايط أحلامه بصورتك يتكفى، وانتظر صدفة تعود والدنيا تصيح، العشرة ما جابت تجيب الصدفة، والجاهل اللي ما فاهمك، الجاهل ما فاهمك هو الفاس، يعرف تشوفه اليابسة من الترف، واشتاق لك هو الفاس، الجاهل اللي ما فاهمك هو الفاس، يعرف تشوفه اليابسة من الترف، واشتاق لك اشتاق لك، والهيت لك صرخة عين، والكلمة من تطلع تقد الشفة، ومسامحك مسامحك بس وانا سولف فرقاك، تقول جمر عليها نادر هف، والقى العذر واقنع، والفراق يصير وارجع، واقول سوايتك مختلفة، الناس من تتفارق على النيات بس انت تختار الافراق بعرف، الله الناس من تتفارق على النيات بس انت تختار الافراق بعرف. الله قصيدة جميلة، اشكرك يا حبيبي، الله يوفقك ان شاء الله. خلينا ننتقل لفقرة الثانية من فقرات برنامجنا، فقرة شمعدان. اكو صور راح تطلع على الشاشة، كل صورة يعني مختصرة بشمعة، وتعطينا قرارك، الزم المشعل بيدك حتى نشوف أول صورة، إذا جاهز زميلي المخرج نشوف أول صورة بفقرة شمعدان، الشاعر الكبير رحيم الركابي. تشعل له شمعة؟ أشعل له شمعة أكيد، أشعل له شمعة عمري. جميل، خلي بيدك خلي بيدك المشعل. تجربة رحيم الركابي اضافت لك؟ رحيم الركابي اولا رحيم يقول اون بومه بخرابه هجر، وانعم الليل وروحي حبه دخن وانعم، الله الحمد لله الشكر لله علي، التفت وانعم نفس خلاك رايح راد. الله رحيم الركابي اضاف لنا الكثير بالنسبه للابوذيه. جميل، يكتب الابوذيه بامكانيته باسمه الكبير، وكذلك هو يقال عنه حتى في الناصريه انه الأول في لونه اختصاص، يلقب بدكتور الأبوذية. دكتور الأبوذية صحيح؟ فعلا فعلا. أضافت تجربتك؟ تعلمنا منه، تجربة موجودة وقريبة. ليش أحسه مغيب عن الإعلام علي؟ بحكم يعني تواصلك هناك مع هو متواجد موجود يعني، بس عن البرامج الإعلامية هو مبتعد؟ بالفعل ما أعرف بعد أنه هو مبتعد أو ما وصل الإعلام من ذلك. تحياتنا الكبير رحيم الركابي الشاعر المبدع. نشوف الصورة الثانية إذا جاهز زميل المخرج، الشاعر مبدع علي الشمري. تحياتنا. تشعل له شمعة؟ علي الشمري طبعا. بالبداية تجاوبنا تشعل شمعة ولا ما تشعل شمعة؟ ليش ما تخليني أسولف حتى لا لا هذا مو هاي فقرتنا، لازم نعرف إجابتك قبل ما تحكي لي. ما أشعل الشمعة. ما تشعل؟ ما أشعل. زين ليش ما تشعل شمعة؟ علي الشمري طبعا انا من عرفت علي الشمري بالبدايه عرفته وصلني ان ذكرنك ضفاير تخنق الروح، من نريد انساك لازم شعره شعر. يعني بهذه الصوره بهذا الشعر بهذه الامكانيه جميل، احبه شاعر ونتمنى انه هو يبقى يعني على وضعيه الشعر. علي الشمري وكانه خلق قضية الفعل من وضعية المشاكل وخصوصا عممها على مستوى محافظة. يا مشكلة تعرف انت والله هسه القصيدة قصدك القصيدة اللي قبل صورة علي الشمري كان صورة رحيم الركابي. جميل. هو ما اقدر اقول اساء ولكن قلل من شيء اللون من الوان الشعر اللي هو الأبوذية. زين. واحنا نكتب، انا من الناس اكتب الأبوذية. اكتبه واروح مهرجانات. انا سمعت الأبوذية. القصيدة.
بس علي علي يعني خلينا نكون هو هسه موجود. تحياتنا للشاعر علي الشمري، تحياتنا إلى لا صديقنا واخونا وشاعر مبدع. يعني تصور انه علي هاي اللي الفعل اللي يعني القصيده اللي كتبها ماكو كان اكو بالبدايه اكو فعل اساء علي الشمري؟ انا وصلتني بعض الامور اللي ان هناك شعراء من الناصريه اساءوا علي الشمري وهم هجوا وهم كتبوا قصيده هجاء على علي الشمري، فهو كان هات هاي الاجابه مالته. انا ما جاي انه اقيم انه نوع الاجابه، انا الاجابتين عندي سلبيه كرايي الشخصي ما عندي، ولكن لكل فعل ردت فعل، وعلي الشمري تعرض الفعل من بعض الشعراء. انا اقول المفروض هو الشاعر يعني طبعا هو اغلب الشعراء بداوا ياخذون الجمهور للمساحه اللي هم يريدونها، وللاسف للاسف هاي ظاهره خطيره. يعني الشاعر المفروض رسالة سلام، رسالة محبة، هو صح. شاعر يثقف الناس ويعلم الناس، يثقف الناس، هو يبعد الناس عن المشاكل، أكيد. هو يأشر على الأمور السلبية والأمور الإيجابية. فمنشوف هذا يعني لو كان رأي آخر من علي الشمري غير القصيدة الهجائية لمحافظة، جد لمحافظة، أي صح، يعني مو لشاعر معين، وهذا صعب. يعني صعب أنا من أجي أحكي على إذا شخص ممكن أنا وياه، بس لكن على محاولة ناس من نقيم يعني محافظة على صعبة. ناس يعني على أساس التقييم هذا صعب. يعني هو شاعر أنا أبدا يعني تجربته وصلت الفكرة أبدا يعني وصلت. بس لكن هاي القضية هي تحياتنا الشاعر علي الشمري يعني. وصلت الفكرة. نشوف الصورة الثالثة، الشاعر المبدع ميثاق الهلالي. لا هاي شمعته، ها شديدك سنت ميثاق. أنا المستاحش المتعوب الغريب التايه بلا راي المغرقهم العطشان، هذا فراق بيني وبين وجه الماي. ميثاق تجربة مهمة غنية بالشعر. عند بيت كلش أحب يقول إيش طلع منهن مكاتيبك، بدايتهن غزل ومسامر وملقى ونهايتهن توادعنا. عند بيت كلش أحب تجربة غنية بالشعر. هو يمر بوعكة صحية، يمر بوعكة صحية للأسف أثرت حتى على يعني تواصله الشعري وين الناس، تواصله الشعري وحضوره. إنسان مهذب ونقي تربطنا به علاقة طيبة أستاذ ميثاق. تحياتنا إلى وربي شافي إن شاء الله. شنو رأيك بهاي الفقرة؟ فقرة الصور رائعة جدا، ولو هي بها شوية قضية أكو موضوع، أكو سؤال، أكو سؤال حبيت أطرحه عليك. يعني قبل هاي الفقرة، هناك جبهتان في ذي قار، ودائما يكونون على طرفي نقيض، يتصادمون في الآراء وفي الطروحات وحتى في الكمية الشعرية والمنتوج الشعري. هم شعراء التفعيلة وشعراء العمودي، هذا الخلاف المستمر. ليش رجعتنا لهاي مشكلة دعينا أنه تخلص ما خلصت بعد؟ هي لا زالت قائمة ولو قلت يعني قلت مو مثل البداية اللي كانت بها. طبعا الشعر شعر ما يتقيد بلون ولا يتقيد بقالب معين، الشعر هو مضمون. يعني الشعر بالدارمي والشعر بالأوذية والشعر بالقصيدة اشتغلوا على هاي القضية. أكو ناس يعني بس أكو نعم. أكو نعم. أكو تهجم خشن بين الطرفين. لا تقول لي ماكو، هذا واصل الجمهور بغداد بس مو بالناصرية بس. لا مو في الناصرية، كل مكان طبعا، ولكن يعني نقدر نقول أكثر تصريحات تصل ما بين بغداد، ما بين العفو الناصرية والبصرة، هم هناك شعراء يكتبون التفعيلة. اكو يعني نظره سلبيه للكتاب العمودي. البعض من اللي يعتبرونه لون كلاسيكي، لون قديم، البعض من اللي يختصون بهذا اللون او يكتبونه اعتبروا انه مثل ما تفضلت انه لون كلاسيكي قديم، انه لون ما يعتمد على الصوره الشعريه. انت محبوب من قبلهم؟ الحمد لله شكر بين الطرفين، من الطرفين يعني لين تكتب مفتوح وتكتب عمودي، اكتب هذا وتواجد بالمهرجانات الطرفين. خلينا ننتقل لفقره شعراء منسيون. خلينا نشوف من الشاعر اليوم اللي سلطنا عليه الضوء من خلال هذا التقرير اللي راح يعرض على الشاشه. اعزائي المشاهدين شوفوا التقرير ونرجع لكم. في رحاب شاعر الحب الأول وبوابة الأغنية الحديثة زامل سعيد فتاح، المولود في الناصرية عام 1939، فهو رائد من رواد الحداثة والتجديد في مسيرة القصيدة والأغنية الشعبية، ورمزا متميزا ومنفردا من رموزها المبدعة، والذي ترك
بصمة واضحة في سجل إبداعه الحافل. استطاع أن يتميز بكتاباته عن غيره ودواوينه الشعرية خير شاهداً على ما قدمه زامل، فشهدت له بذلك، فكان له المقير عام 1971 وعزاز عام 1974 ويا شعبنا عام 1975 وليلك ليل الذي لا زال تحت الطبع ولم يصدر بسبب رحيله المأساوي في 8/5/1985. إلى إن ما زال زامل خالدا وحاضرا بيننا، روحه أنهكها العشق وجفونه أذبلها السهر، فزرع وجنى ثمار زرعه بنصوصه الغنائية التي بقيت إلى الآن في ذاكرة الناس. ونستعرض أجملهن كذاب وشقول عليك وعزاز وهذا كان وهذا كنت والقداح والمقير ونسينا يا هوى وخضر فرد عود وترنيمة اليوم تكبر فرحتي بعيني وشوف الدنيا بعيونك أو يمر بخاطر وظن أمل ورد من أشوفنك يا قمرة عمر من تهل يطق ويورد الصندل وحق عيناك ظل هواك إش ما رادوا يمنعوني. هكذا لخصت حياة زامل سعيد فتاح بأنامل كاظم السيد علي. تكبر فرحتي بعيني وشوف الدنيا بعيونك يمر الخاطر وظني أنا كان عن حياة الراحل الكبير الشاعر زامل سعيد فتاح. شكرا للأستاذ كاظم السيد علي على بعثنا التقرير والحماد الكابتن اللي هذه دائما تكون فقرة بصوته. علي، الشاعر الراحل اللي ذكرناه، عائلته موجودين بعد؟ التواصل بيناتكم أكو؟ طبعا قبل هذا كل الشكر والعرفان على هذه الفقرة المهمة جدا. هناك يقال هذا شيء قليل مقدمه، يقال ان الشاعر العظيم هو الذي يذكرك بسابقيه. تجارب والتواصل بين شرف لنا هم اساتذتنا نتعلم منهم. بالنسبه لسؤالك، يعني كتواصل بينه وبين عائلته، لا ما موجود، يعني ما اعرف حتى انهم موجودين، يعني بعدهم موجودين او هنا في بغداد او لا زالوا بالناصريه، ما عندي علم يعني بهذا الموضوع. علي، نعم. اقرا لي ابو ذيات. أبو ذيات، حتى ننتقل فقرة بريد البرنامج. أوكي. بعد فراق دام عمرين أو أكثر التقينا وعلى غير موعد، حدق بعيني مليا ولم ينطق بكلمة. جميل. فقلت له شبه لو عرف، لو شاك، لو حال، لو شايف عيوني بدمع،
مشبه لو عرف لو شاك لو حان لو شايف عيوني بدمع لو حان صحت بالضوع من مريت لوحا ضلوعة وناوشن القطع بي الله الله وتلاقين تلاقينا وسواج العين حنن الوجه وقلوبنا من بعيد حنن حضنت والقصار عليه حنن بشغف حضنت والقصار عليه حنن بشغف ودموع نختلط نسويه هنا يلشنت لي بليل برضاي غبت واستاحش النعناع برضاي موش تقول واحد خذك برضاي موش تقول واحد خذك برضاي نفس جروك وانت بوسطري وظل القطب عشك أظل القطب عشك عود ويعود لما يلتفت ربك علي ويعود مثل حال اللي يغيب سنين ويعود الهل هي كان له فعلية كبير ودريت بركن صبر عليك حاتم طايح وعلى روح الموت حاتم أحس روحي ببي حبيت حاتم الله أحس روحي ببي حبيت حاتم على جيت ضيف تدو النار بي الله وشق وصواب شق وصواب لك بحشاي وفياي الوفا موشو يا ذاك الغاد وفياي يا خايب موش كوسر تنت وفياي إلك تاليش فيك موش لي الله 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 جميلة جميلة أريد ومضة قبل ما أنتقل للصندوق أنا حضر الماي حضر الماي وتنفس هواك وضيعت كل شو حسبتك حصتي الله شوف نش قد استحلى ومر جفاك حتى حضر الماي تعرق قصتي الله جميل العشق غيرت لونه والمسامر وجهه غيم من كثر ما عشق طاهر راح اطلع منه مريم اسمع منه مقطع هذا حد هواياك هذا حد هواياك ما اقول لك تعال انت هم مثل الفرح لما يشح يخطف علي بوقت ما عندي كيف وساعه المحتاجه كلش ما يصح اللي يضم بعيونه سر بس الغشيش بنظرة واحدة من المعاتب ينفض أنا ذبني الوقت وعليك انت تشيت ما دريت الدنيا قالبتك رمى وصار فرق بينك وبين كبير مثل نص الليل عن وجه الصبح روح ما دامك جرح شاش اللي بيك أنا ما حط الجرح فوق الجرح الله. أنت جرحك من نزف دم اشتكيت شاش أقول أنا اللي يصب جرح دم جميل الله. علي خلنا ننتقل إلى فقرة صندوق البريد أكو رسالة موجهة لك من شخص قريب عليك بس بنقدر نعلن اسمه بالرسالة شوف الرسالة وقراها توجه للفتوى استريح اقرأ الرسالة وشوف ايش بيها واذا تأذلنا انه نقراها امام المشاهدين حتى نعرف تفاصيلها اقراها اقراها ولو هي طين الظروف ولو هي بيها اشارة لا خلنا نقراها ونكون اجابة يعني واضحة للمشاهد حتى نقدر جت رسالة البريد البرنامج تخص الشاعر علي عماد تقول الرسالة اعزائنا المشاهدين السلام عليكم تحية حول المبدع علي عماد كونك من محافظة ذي قار فانك تكاد تكون في اغلب المهرجانات المهمة وبحضور كبير ومميز جدا ولكن في بعض المهرجانات والكرنفالات المقامة خارج المحافظة يقال بأن هناك حالة متكررة وهي استبعاد اسمك في بعض المهرجانات وهناك من يقول أيضا أنك ترفض الدعوات الموجهة لك وخصوصا أي دعوة من محافظة البصرة احنا هاي النقطة المهمة أي دعوة من محافظة البصرة انت جاوبنا على الشق الأول يعني اسمك يستبعدونه من بعض المهرجانات اكو هيك حاله يعني قضيه استبعاد يعني بالمباشره انه اعرف انه استبعدوه ما هذا صعب لا داخل محافظتك او في البصره داخل لا بالنسبه لداخل محافظتي بالعكس انا متواجد باغلب المهرجانات ومثل ما يعني ماكو مهرجان شالوا اسم علي عماد
او ناس ما حبت وجود علي عماد كشعراء تفعيله كشعراء عمودي؟ رجعنا للتفعيل. لا طبعا اكو تجيني دعوات دعوات من خارج المحافظه زين، مو بس بالبصره، لا يعني حتى اجتني قبل فتره دعوه في بغداد ايضا. جميل. وافقت على الدعوه، بالبدايه كان مراسله وانطيت رقمي للاخ اللي راسلني واتفقنا على انه اجي للمهرجان وانا خادم. حلو. واي شيء تريد من عندي صار، وكان ردي جدا طبيعي، واتفقنا على حتى جاي للمهرجان وقال لي انه انا ادز لك التفاصيل. جميل. تفاصيل المهرجان. ورا فتره يعني ايام اتصل عليه قال لي المهرجان اللغة، انا ما اعرف بعد اللغة المهرجان ان شاء الله الاسم ما اعرف. هاي ايش كم حاله صارت عندك هذا يعني بعض المهرجانات ايضا تكررت، لكن انا ما اقدر اشر انه على فلان او من الجهه الفلانيه او اتهم، ما اقدر لان انا ما اعرف شنو السبب وراء هذا. اما الدعوات فعلا فعلا انا حتى من الزملاء الشعراء قالوا لي انت ليش ترفض الظهور الاعلامي؟ هذا الشيء ما صاير، ترفض الموافقه على مهرجانات يعني مهرجانات خارج محافظتك، صحيح العمل مرات او تكون اسباب عندك انه موجوده وتعتذر. حلو. لكن انه انت دائما معتذر. وصلت ابدا وصلت. نعم. جابتك يعني ان شاء الله كانت واضحه وشافيه. علي خلينا نسمع منك اما وجداني او غزل. يا ريت غزل، المخرج اليوم قال اريد اسمع غزل. الله يحفظك ويسلمك. واعدها بسنابل تطخدها القاع. واعدها بسنابل تطخدها القاع وتضحك ما تخوش خاطر اللي يحرف، ترى الضحكة حرز بسوال في العشاك والموش بوقتها شما تزود تعرف، ترى الضحكة حرز بسوال في العشاك والموش بوقتها شما تزود تعرف، تحسش قد ترف لو غازلك نسمات بس تلقى عجاجل هو مني خبت. الله. بس تلقى عجاجل. تحسش قد ترف لو غازلك نسمات بس تلقى عجاجل هو مني خبت. عيش علقت حلمك واقتنع مرتاح ولا تنغر الدنيا تواعد وتنكف. الله. ترى الكفر احلامه يصير مثل النارش ما يكسر حطبها احلامه تورش. جميل. نيشن صاحبك. نيشن صاحبك مو كل نهر للماي. الله. نيشن صاحبك. نيشن صاحبك مو كل نهر للماي. الصاف مرايتك والخابط يلوث. عمرك بيت روحك صفنا صفنا بني وموش تحط رخيص تخير وأثر. الله. ترى اللي يهتدي بنجمة يضيع من كل غيم. نيشن صاحبك. نيشن صاحبك. نيشن صاحبك مو كل نهر للماي. الصاف مرايتك والخابط يلوث. الله. عمرك بيت روحك صفنا صفنا بني وموش تحط رخيص تخير وأثر. الله. ترى اللي يهتدي بنجمة يضيع من كل غيم. الطيف ما يحن بالعين ما يمكف الحط روحه بدلو صح وصل بس مشروب. الله. الحط روحه بدلو صح وصل صح وصل بس مشروب. الظل عايش بالبير متشبش وصعد اصعد وانا اقول لك لا تظل بالبير بس بغير كهفك دوم لا تلبس. الله الله الله. اصعد وانا اقول لك لا تظل بالبير بس بغير كهفك دوم لا تلبس ودور لك عذر للما تريده يروح ترى كل شيء بوقتك على فراقي. الله. دور لك عذر للما تريده يروح ترى كل شيء بوقتك على فراقي. هي العين حتى بلا يحاجب عين اللي مكملك وعافك كم فيور. الله. حط روحك بسرك موت وانت تعيش جروحك مو نعمتك بالك تحدث وذكر ترى الروح بلا يشوق تموت. الله. المهره اللي ما تعدت عنانها تخلف دين الحب عمر من تختصر معناه الفرصه اللي بالعمر مرتين ما تحدث. الله. اكو بروحك خلاف اكتب علي كم بيت لا تكتب شعر الاثنين مختلفين من صرت انت الاول وانت لي قدام علينا حكايه طلعت عود متاخرين لا عفناك حتى ترتب لنا القاع ونفوت الدرب ونطبله مترهين. جميله قصيدتك علي تخبل. علي خلينا ننتقل الى فقره الصراحه. اكو مقاطع شعريه تعطينا رايك بها بكل تجرد كذائقه كمستمع للشعر بعيدا عن الشاعر علي عماد. هاي الفقره حتى نشذ بالمشهد الشعري من المجاملات والله اللي الله غير حقيقيه. نعم. هاي اللي نقولها للمقاطع الشعريه. نشوف المقطع الاول اذا جاهز زميل المخرج. كل العمر ليله وفرقتك ليله سرابك بالسما ومفكر امشيله يحصد بالجدام الدرب مني طول واذا رايد تقشمر جدمك بسفره على الرايح لغنيله
حلو كبداية، بس أنا ما أعرف يعني اختلف الوزن بالأخير، يعني ممكن يختلف الأخير عن البداية. هو اشتغل هنا اشتغل مثل يعني صدر بصدر يعني صدره عاجز كل العمر ليلة فرقتك ليلة يحصد بالجدام الدرب مني طول. هو عادي يسوي مقاصير يعني بين ال وذا رأيت قشمر جدمك بسفر على الرايح لغنيلة. ما أعرف يعني جمع بين الشيء المفتوح الأصل المفتوح والعمود أعتقد، بس كمقطع حلو؟ كمقطع حلو حلو. نشوف منه اسم الشاعر صاحب هذا المقطع، الشاعر علي طالب من بغداد. نشوف المقطع الآخر إذا جاهز زميل المخرج. قبل ما تذبل رسومك عرفتك راجد النية، الله، وقريت بعينك الف شراع ما بيهن ولا جي، قريتك رايح بكلهن وشفتك رايح بكلهن، بس قلت لي روح هلال ما ينباق. الله، طارية يمكن ما أتذكر البقية. الله، شعر حلوة؟ حلو. نشوف منو صاحب هذا المقطع، الشاعر فراس غالب من الناصر يا خالي اللي بالمحافظة تقعد عليه. لا والله لا والله ما اعرف. لا صادق الشيخ، لا تمسحك. انا مو نشوف المقطع الاخر، هواي مو احفظ هواي. نشوف المقطع الاخر. تعبت انساك واتذكر واكبر والحنين اكبر، لا ريح الزعل شقت شراع الروح، شمس سالك واقول لك روح مبحر والمسامح بر. حلو حلوة؟ حلو. نشوف من صاحب هذا المقطع، الشاعر ياسر فليح من بغداد. ياسر فليح، تحياتنا. تحياتنا. نشوف المقطع الآخر. يا كلش ترف يلبيك ريح عزاز، خذني لديرتك قمرة وسير على ظنوني بهيبتك، واختار شنه تريد بس جر مني كم حسرة، يا عنقود العنب محلاك العناقيد لا بقية. حلوة حلوة؟ حلو. نشوف من صاحب هذا المقطع، أكو بعد مقطع زميل المخرج، وهذا آخر واحد، هذا آخر مقطع، الشاعر أحمد الدفاعي للديوانية. أنا ردت أخليك مقاطع من الشعر المفتوح إذا بتخاف سبب مشكلة، ودي يقول منع علي عماد الناظرية. كلهن حلوات حلوات؟ كلهن. رأيك بهاي الفقرة؟ فقرة يعني فقرة رائعة جدا، ومثل ما قلت أنه بالمباشرة يعني راح أقرأ مقطع تختم لي بقصيدة. أوكي؟ نعم. تمر أنت على بالي تطول سنين، ومران على بالك لمضة شهاب، تفتت على بابك والعصافير نزلن ياكلن لا تفتح الباب، يشح مي يلا بس مي وجهه موجود، أض معطش أنا حاسب لك حساب، تكسر قلب وتكسر واهس شبيك، ما معقولة حبيت أنا حطاب، أشوفك وانجبر ميت أحس بيك، الخذوك بعيني كلهم بخة وتراب، وصلت المستوى أحسد نفسي على الآه، وألف هنيال إذا دورت لجمة دور لك مكان لطعنتك زين، القديمة بجسمي سوت عند زحمة، مو قد كلمتي من قلت لك أنساك، تعال ارجع لنا ما عندي كلمة. الله إلك. بكل شي التقينا وانتهينا بكلمة. الله، بكل شي التهينا، كل شي التقينا وانتهينا وانتهينا بكلمة. بكلمة. الله، بكلمة يروح بدربة راحت نعمة. جميل. تعاندنا ويا الهوى وخسرنا هواي، ما ندري فقر الما يريد يشم. الله. وضيعنا كم موعد وليل وضحكات، ورخصنا وزعلنا كم وردة وفراشة ونسمة، ورخصنا دمع عيوننا كان بروح، وطينا للرادونا نبعد لزمة. الله. ما ندري ما ندري من عمر الشمع نار الخيط، ردينا كل واحد مشي حلم. الله. المتروس فرقه يدور الملقى بروح. الله. المتروس المتروس الله. فرقه يدور الملقى بروح. اي والله، مثل اللي يدور بالضحى على النجم. الله. اللي ينهطر عمره ويسبق سنين الشيب، ويشوف تعبه يضيع ينهد عزمه، مشكلتي ما اقول لك بطعناتك وين، الما شوفه بيهدى ولو ما حشمه، ماخذني المكابر واقول لك مرتاح، والجرح ينزف وعلى شاف البسمه. الله. ما اريد ابين يوم غيابك مكسور، من نوقف قبالك جبل بيثلمه. الله. من اريد قبالك جبل، ما اريد ابين يوم غيابك مكسور، من نوقف قبالك جبل بيثلمه. تمرني وقلت هذا الهو، هذا الهو اللي هو العايش بيه، وانا من امر يمك تقلهم شو اسمه. الله. شو اسمه؟
هذا نسيته وجرحك يعيش وياه. الله، هذا العشق وبروحه كفرة قسمة. هذا العشق وبروحه كفرة قسمة. هذا العشق وبروحه كفرة قسمة. هذا كنت تغفى على دي سفرة ليل وكان يذبل لو نسيت تشمه. الله، رجع لحلم الباكر تحاسب بيه. الكلش بسيط، الكلش بسيط اللي ما قدرت تفهمه. الله، يا اللي وعدتني وخذت من عين النوم، شو تسوي باكر بالصبح من تعمه؟ من كف من جريت كفك، معقول ما قال لك قلبك يحبك زحمه؟ الله، عايف لك انسان عيد هذا البيت. من كف من جريت كفك، معقول ما قال لك قلبك يحبك زحمه؟ زحمة. عايف لك انسان الندى يسولف بيه يومية فوق الورد حلمه يرسم. الله الله، ايش قد حب طبع، ايش قد حب طبع الشبح يتلقى سهام، ايش قد اكره القوس اللي يضحي بسهمه. جميل، عاجبني طبع الطير يكبر ويطير، ما خلى واحد عنده شمره يعلمه. الله، عاجبني طبع الطير، عاجبني طبع الطير يكبر ويطير، ما خلى واحد عنده شمره يعلمه. يلعلموك وغيروك وخلوك من تذكر الحطك بروح الذمه. جافيت قلبي، جافيت قلب الماجفة بكل شوية. الله الله، جافيت قلب الماجفة بكل شوية. اللي يبكي على مودك شي تركت القمة. عمرك تطشر حفنة رماد بريح، لا تعتقد غيرك إنسان يدم. الله 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 يحفظك. كنت رائعا انت، وشاعرا مبدع، وقصيدة نخبوية تمتلك في كتابتها رائعة جدا. شكرا. انت قلت بالبداية يعني سلطنا الضوء على لون رمادي، حبيت اقول لك قبل ما اختم انه الما يسمعك فهو ذائقة رمادية. شهادة هاي. الله يوفقك إن شاء الله بحياتك. حبيبي، كلمة أخيرة حتى أختم. شكرا لك حبيبي الجميل والشاعر. حبيبي. الإنسان بروحك وجماليتك، تحية لك وشكرا لاهتمامك، هذا الاهتمام الكبير والرائع بالشعراء. وتحية لهذا الكادر الرائع اللي من حول الآن، تحية لقناة الرشيد، ويا رب التوفيق لك. حبيبي الله يوفقك إن شاء الله بكل حياتك الاجتماعية والعملية. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، وصلنا الآن إلى مسك الختام، انتظرونا في الأسبوع القادم وضيف آخر إن شاء الله للقاء.